أب يخبئ الهيروين في حفاض ولده ويقبض عليه. قبض على رجل من ديلوير في الثلاثاء الماضي بسبب سرقة محل ليقوم بإخفاء الهيروين في حفاض ابنه البالغ 8 أشهر في نيوكاسل. مايكل بين البالغ 25 عاما كان مطلوبا لدى السلطات بسبب قيامه بسرقة جهاز سامسونج من فيرا إيزون وايرلس في شهر حزيران الماضي. تعرف رجال الشرطة على المشتبه به أثناء تجوله مع أولاده الثلاثة ورأوه يضع شيئا في حفاض ابنه. ولدى مطالبتهم له بالتنحي جانبا عن الطفل رفض وعاند الشرطة الذين أبعدوه بالقوة واكتشفوا 16 عبوة هيروين معنونة بعبارتي الموت وبيوشك. أفرج عن بين بعد دفع كفالة قدرها $4,500 لكنه يواجه تهم التعاطي ومقاومة الشرطة وتعريض حياة طفل للخطر.